السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثاني الإعدادي. هنكمل مع بعض second term منهج smart step unit 6 the eighth wonder of the world Helen Keller part 2. نبدأ اليونت بتاعنا بريفيجن على اللي درسناه قبل كده. سؤال rewrite يعني إعادة كتابة الجملة باستخدام ما بين الأقواس. Why don't we visit our grandma؟ لما لا نزور جدتنا؟ وعايز استخدم what about عشان أقدم suggestion. احنا عارفين طبعا لما بستخدم what about او how about الاتنين بنفس المعنى لازم يجي لي بعدهم verb plus ing، يبقى هستخدم الفعل الاساسي بتاعي اللي هو visit. what about visiting our grandma؟ question number 2 the government is going to add more land for agriculture. عايزني استخدم more land يعني هي عايزني اعمل passive. حول الجملة للباسيف. الزمن اللي عندي هنا future باستخدام going to، ده هعمله كأنه فعل من الافعال الناقصة. طبعا الباسيف ببدأ بالأوبجكت بعد كده verb to be، هستخدم بعد going to طبعا مصدر، وبعد كده أحط الفعل الأساسي في الباست بارتيسيبل. يبقى more land is going to be added for agriculture by the government. أدي عندي هنا المفعول. زمن ب going to لازم verb to be ك helping verb. بعد كده بعد going to هستخدم verb to be infinitive والفعل الأصلي اللي موجود في الجملة في الباست بارتيسيبل. هناخد مع بعض الجرامر بتاعنا النهارده examples. عندنا relative clauses اللي هي ضمائر الوصل. ضمائر الوصل هي ضمائر سنة تانية بستخدمها عشان اربط جمل لعدم تكرار السبجكت او الاوبجكت في الجملة، وهم انواع. لما نشوف كده اول example بيقول I like Mr. علي who lives next door. انا احب او معجب بمستر علي الذي يعيش في المنزل المجاور. انا هنا بتكلم على مستر علي، يعني بتكلم على بيرسون انسان عاقل. ربطت او اشرت اليه بضمير استخدام هو بمعنى الذي او التي، وبستخدمها لما اكون بتكلم على سبجكت عاقل. اكسلنت، وده بعمله عشان ما اكتبش اكتر من جمله. بدل ما اقول اي لايك مستر علي وبعد كده ارجع اقول هي ليفز نيكست دور، لا انا ربطت الجملتين مع بعض بالضمير هو، تبقى بمعنى الذي او التي او الذين على حسب السبجكت او الاوبجكت اللي انا بتكلم عنه. طيب تاني حاجه، Egyptian is a beautiful country which attracts millions of tourists. يقول لي Egypt، مصر هي بلد جميلة التي تجذب ملايين من السائحين. طب أنا بتكلم هنا دلوقتي على إيه؟ على country، على Egypt. طيب استخدمنا كلمة which معناها برضو الذي أو التي، وبستخدمها ما أكون بتكلم على things أشياء غير عقل. طيب ده برضو بدل ما نكتب أكتر من جملة كان ممكن نقول Egypt is a beautiful country it attracts millions of tourists. هنا منع للتكرار السبجكت اللي انا بتكلم عنه اللي هو Egypt، استخدمنا الضمير which، يبقى هستخدمه مع الاشياء الغير عاقل. ممكن عقل. استخدمه برضو مع الكائنات الحية ولكن لغير الانسان زي الحيوانات او زي النباتات. هنكمل مع بعض. نمبر 3 I met Mr. أحمد whose brother is my friend. بيقول لي أنا قابلت مستر أحمد الذي أخوه يكون إيه؟ صديق. أنا هنا بتكلم على ملكية الشيء عندي، أنا بتكلم على أخو مستر أحمد. يعني دوت إيه؟ ملكية، يبقى هستخدم whose. يبقى بستخدم whose للملكية. كان أصل الجملة I met Mr. أحمد، بعد كده الجملة التانية بتقول his brother is my friend أخو صديقي، يبقى بنحذف أي حاجة تانية بتدل على الملكية وبستخدم whose بمعنى برضو إيه هنا الذي. number 4 I visited the old house where I was born. أنا زرت المنزل القديم حيث ولدت. طب حيث يعني معناها إيه؟ داخل المكان، يبقى الفعل ده اتعمل داخل المكان، فاستخدمنا كلمة ايه where. طب الجملة كان أصلها ايه؟ I visited the old house I was born in it. طب احنا حذفنا ما يدل على داخل المكان، وحذفنا كمان الضمير it لأنه بيشير إلى كلمة ايه؟ house، وعوضنا عنهم بكلمة where. يبقى أنا بستخدم المكان، الضمير where عشان يدل على الايه؟ المكان، على الأماكن. number 5 it was a great year when we won the cup. انا هنا بتكلم على السنة، بتكلم على تايم، على وقت، عشان كده استخدمت وين. وين هنا بمعنى عندما. ده السنة دي كانت سنة عظيمة عندما احنا فوزنا بايه؟ بالكأس.
The cat that I bought yesterday is Siamese. القطة اللي أنا اشتريتها امبارح هي قطة سيامي. واحنا هنا بنتكلم على the cat القطة. يعني كان المفروض أربط عنها أو أعوض عنها بالضمير. شيء غير عاقل يبقى which. Which لأن احنا استخدمنا إيه؟ That. علي خلي بالك ان انت تقدر تستخدم كلمة that بدل كلمة who يعني لو بشير للعاقل وبدل كمان كلمة which يعني لو بشير الى غير العاقل وبرضه هيبقى معناها الذي او التي على حسب ال subject او ال object. هنلخص الجزء ده كده في الجرامر بتاعنا. يبقى relative clauses هي ضمائر بستخدمها لمنع تكرار الجمل اللي بتتكلم عن نفس ال subject او نفس ال object، وهم انواع بستخدمها to describe nouns. اول حاجة عندي هو for people subject or object بستخدمها للانسان سواء كان فاعل او مفعول. تاني حاجة عندي هي كلمة which for things للاشياء or non-human creatures او مخلوقات بس غير الانسان غير عقلة برضو لو subject او object فاعل او مفعول. who's for possessions who's للملكية. بستخدم where for places. where بتدل على الأماكن بمعنى حيث إن في فعل معين حدث بداخل المكان. when for time. when بمعنى عندما الوقت. وما تنساش إني أقدر أستخدم that بدلا من كلمة هو أو بدلا من كلمة which. هناخد مع بعض أسئلة exercise rewrite على الجزء اللي احنا شرحناه. number one بيقول لي the car was expensive I bought it last week. تمام احنا في الجملتين دول بنتكلم على the car العربية يعاوشير اليها في الجملة التانية بإيت كلمة إيت. يبقى احنا هنستخدم كلمة which, which عشان بتكلم على شيء غير عاقل بدل من كلمة إيت. هنقول ايه بقى the car which I bought last week was expensive. السيارة اللي انا اشتريتها الاسبوع اللي فات كانت مالها غالية. number 2 the boy went to the club he met his friends there. الولد ذهب للنادي وقابل اصدقائه هناك. انا هنا بتكلم على المكان اللي هو the club حدث فيه فعل معين اللي هو ان الشخص قابل اصدقائه. هحذف من الجمله الثانيه عشان هي بتعبر لي على the club النادي. هقول the boy went to the club where he met his friends حيث قابل اصدقائه. number 3 we like helpful people. احنا بنحب الناس المتعاونه وعايزه استخدم هو للاشاره للناس. لاحظ هنا ان دي كام جملة؟ هي جملة واحدة بس. يبقى انا عايزة اخليهم في دماغي جملتين عشان اقدر اربط بكلمة هو. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول we like people who are helpful. انا عندي فوق هنا كلمة helpful اللي هي بمعنى ايه؟ متعاون. دي adjective صفة يبقى لازم قبل الصفات بجيب verb to be. يبقى انا بتكلم عادي هقول we like people. الناس دي مالها تكون متعاونة يبقى who are helpful. We have holidays in summer. احنا بنحصل على اجازات في فصل الصيف. عايزني ابدا ب summer is. طبعا نفس الكلام هنا انا عندي دي جملة واحدة فانا هربطه على اساس ان هما جملتين يعني لازم كل جملة منفصلة. الفصل الصيف هو الفصل اللي احنا بنحصل فيه على اجازات يبقى summer is the season when we have holidays. summer هو الفصل اللي احنا بنحصل فيه على اجازات. number 5 the boy was crying. الولد كان بيبكي. his book was lost. الكتاب بتاعه ضاع. قلنا هوز بتعبر عن ملكية. الملكية الذي او التي ولكن للملكية. يبقى اذا هتكون بدل كلمة هيز. ما ينفعش احط حاجتين يدلوا على الملكية في الجملة. وخلي بالك ان لازم هوز يجي بعدها الشيء المملوك اللي هو هنا كلمة ايه بوك. يبقى هقول the boy whose book was lost. الولد الذي ضاع كتابه ماله بقى was crying كان بيبكي. excel yourself complete with a relative pronoun. هنا عايزني اكمل بضمير وصل مناسب للجمل اللي قدامنا. June is the month space I was born. شوفي احنا هنا بنتكلم على ايه وايه ال relative pronoun المناسب. Ahab is the boy space drawing was sold. thank you and thanks for watching and good